قرأت الصف الرابع الصفحة 18 آداب الطريق. أنا أمشي في طريقي بهدوء واعتدال، سائرا فوق رصيفي عن يميني أو شمالي، ليس في نصف الطريق أنا إن سرت بدربي لم أكلم أحدا. أنا لا ألعب يوما وفي طريقي أبدا، ذلك عيب في الطريق. قد أرى يوما رفيقي فأحياه بعطف، إن سررت وإياه تكلمنا بلطف، إن سررت وإياه تكلمنا بلطف. تلك آداب الطريق. إن أتت سيارة ملت عنها وانتبهت، وإذ جاء قطار قادم نحوي ابتعدت خوفا من خوف أخطار الطريق. آداب الطريق، نعيدها مرة ثانية. أنا أمشي في طريقي